الأعزاء الأصدقاء، تحياتي وتقديري يحييكم حميد عقبي من باريس. أتمنى لكم إن شاء الله أيام وليالي سعيدة، وسأذهب بكم في هذا اللقاء إلى حلقة سينمائية وإلى فيلم هندي أيضا، ولكن في هذه المرة سأختار يعني فيلما هنديا مهما جدا، يعني أنتج في 2001، ولكن إلى الآن ما يزال أو لا تزال له المشاهدة أو لا تزال مشاهدته كبيرة جدا. يعني هذا الفيلم بعنوان لاجان، حدث ذات مرة في الهند. هذا فيلم ليس بذلك الفيلم المعقد، وهنا يعني ربما تناول قضية وطنية اللي هي يعني مقاومة المستعمر. الهند وقعت تحت الاستعمار البريطاني، وقعت قبل ذلك في عدد من الدول الاستعمارية، أعتقد أيضا الاستعمار البرتغالي وأعتقد الهولندي وغيرها. حقيقة السينما عندما هنا يعني تتلمس نضالها الشعوب، تستعيد الذاكرة، تبني ذاكرة حقيقية، وهذه الذاكرة أو هذه الذاكرة هي ذاكرة للأجيال حقيقة، مقاومة المستعمر. لكن للأسف الشديد نحن شعوب استعمرنا يعني في العالم العربي، في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، في عدد من العالم، يعني الكثير من الشعوب استعمرت استعمارا قاسيا، كانت نهبت ثرواتها، قتل أبناءها، أحرقت أراضيها، صدرت حتى استعبد أهلها. ولكن لا تزال حقيقة السينما ضعيفة، أو لا تزال الأفلام التي تشتغل على هذا المنوال، على هذه الذاكرة، ذاكرة نضال الشعوب، ذاكرة قسوة المستعمر، لا تزال ضعيفة. وربما هذا أيضا بفعل عوامل عديدة، ليس المسألة الصناعة السينمائية أو الإنتاج فقط، ولكن أيضا يعني العجلة الاستعمارية، سواء البريطانية، الفرنسية، الأمريكية وغيرها، هم يحاولون أو يحاولون عدم تشجيع مثل هذه الأعمال حقيقة، ولا يعطونها. يعني شاهدت مثلا أحد الأفلام الهندية كان أيضا عن مقاومة المستعمر وحصل على الأوسكار قبل سنوات، ولكن هذا الفيلم، ذلك الفيلم أعتقد اسمه اكس اكس اكس، ولكن اللي هو قوة أو مثابرة أو مش عارف إيش، ولكن ذلك الفيلم حقيقة أنا لم يعجبني تماما، لأن هناك مبالغة، يعني الأبطال هم كأنهم نصف آلهة، يعني البطل الذي يستطيع أن يقفز في النار ويستطيع أن ينقذ طفلا في وهو يعني في ذلك الحريق الهائل وذلك الانفجار، يعني هم يريدون مثل هذه الأفلام حقيقة، يريدون المبالغة الكبيرة جدا، أن عندما تكون أنت مستعمر، شعبك مستعمر، أرضك مستعمرة أو منهوبة، فعليك أن تصبر إلى أن يأتي الله أو أن تأتي الآلهة برجل خارق ينقذك من هذا الاستعمار. هم يريدون هذه العينة، لكن حقيقة ونحن نذهب إلى هذا الفيلم فلا توجد فيه هذه المبالغة الكبيرة. وهذا الفيلم يعني حقيقة هو يحكي عن قصة حدثت أو يحكي عن أحداث تدور في 1893 خلال أو أواخر الاستعمار البريطاني للهند. وهنا يذهب إلى قرية صغيرة، قرية بسيطة، قرية يعني ليست بتلك القرية الهائلة، ليست هناك تلك القرية الثرية، يعني قرية نقول إنها فقيرة، فقيرة من كل شيء إلا أهلها يعني. والجفاف يضرب هذه القرية، وعلى هؤلاء يعني أهالي هذه القرية أن يدفعوا ضريبة سنوية للي هو ما يسمى اللي هو راجا، اللي هم هذول اللي هم الحكام أو حكام الهند أو أمراء الهند. وأمراء الهند أيضا في تلك الفترة كانوا هم يخضعون أساسا للاستعمار البريطاني، يعني لدى كل مقاطعة هناك يعني ضابط معين، هنالك معسكر، فهو يقول أنا أحميك وأنت مقابل ذلك فعليك أن تجعل الناس تدفع الضرائب، أنت تأخذ جزء ونحن نأخذ جزء. عندما يضرب الجفاف في السنة الأولى يتم تخفيض الضريبة نصف، السنة الثانية لا يعني لا يحدث أو لا يكون هناك حتى قطرة من الماء، ونجد هنا يعني إحنا سنجد هنا أو نبدأ هنا مع شخصية يعني نسمع عن هذه الشخصية اللي هي بوفان، تكون أمه يعني، وهذه الأم أيضا يعني كانت صورة الأم رائعة جدا، الأم بملابسها البيضاء، يعني وكأنها أيضا الأم كانت موقنة أن الرب سوف ينقذ هذه القرية، مؤمنة أن المطر سيأتي، رغم أن الكثير من الناس يقولون يعني صعب جدا أن تمطر بعد أن مضت شهور على موسم الأمطار.
الناس لا تمتلك إلا يا دوب الأكلة يعني واحدة في اليوم. الناس أيضا تنشغل في خلال عندما يكون جفاف، عندما تكون أزمات، تحدث الكثير من الاختلافات الداخلية، من الأشياء الصغيرة جدا أو العراكات الصغيرة جدا. يعني هنا يصور لنا هذه القرية ببساطتها بأهلها بدون مبالغات، حتى أن يعني هذا الفيلم هو من بطولة عمر خان، وعمر عامر خان عفوا عامر خان، وكان يعني الممثلة التي معه جراسي سينج، وهي ممثلة في ذلك الوقت لم تكن مشهورة، إضافة إلى أن العديد من الممثلين البريطانيين موجودين في هذا العمل. يعني تميزت راشيل شيلي في دور إليزابيث، وراسل بول في دور الكابتن أندرو راسيل، سوها سيني مولاي في دور باشو اللي هي والدة بوفان، كلوب شان خارباندا في دور راجا. هؤلاء أكثرهم الذين تميزوا، ولكن أيضا نجد أن ربما عدم اختيار نجمة ضخمة أو نجمة كبيرة جدا في هذا العمل، بحيث أنها لا يعني لا تلفت الانتباه. وهنا لم يكن أيضا عامر خان لم يقدم نفسه ذلك البطل الخارق أو ذلك البطل الأسطوري أو ذلك البطل نصف الإله أو ذلك الشخص الذكي جدا أو ذلك الشخص العبقري جدا. والحكاية تبدأ ببساطة، يذهبون إلى راجا ويقولون له نريد تخفيض، يأتون ويعني في ذلك الوقت يكون بعض الضباط الإنجليز وهم يلعبون لعبة كريكت، هذه اللعبة اللي هي المضرب، الكرة بالمضرب، وهي لعبة شعبية الآن مشهورة جدا في الهند. فيأتون، وعندما يستمع هذا الضابط، ويكون نحن مع ضابط حقيقة، ضابط متعجرف، ضابط يعني ليس ذلك الضابط الذي هو يعني نجد هذا الضابط يعني لا يحترم هذا الشعب، لا يحترم حتى راجا. يعني قبل ذلك سنجده بينما هو يتحدث مع راجا، وراجا يقول له والله يوجد معبد ولكنه في منطقة خارج سيطرتي وفي منطقة أخرى، والأهالي يقولون لو ذهبنا وصلينا في ذلك المعبد فربما إنها ستمطر وأنت يمكنك أن تساعدني. يكون ذلك الوقت يعني الأكل موجود في المائدة، فيقول له يعني هو يقول أنه نباتي، عندما تقدم إليزابيث له صحن من اللحم، فالضابط هذا متعجرف جدا، يقول له إذا أردت ذلك فعليك أن تأكل قطعة لحم، قطعة واحدة. يقول له راجا أنا يعني أنا أحترم ديني، يعني هل أنا لا أستطيع أن أخون ديني؟ فهون سنجد أيضا كيف أن هؤلاء الضباط أو كيف أن المستعمر حتى يحقر هؤلاء، هؤلاء كانوا الراجا وهذا كانوا أدوات أيضا من أدوات الظلم. يعني هنا أظهر لنا راجا ليس بذلك الظالم الكبير، أو ليس برجاله الذين يأتون ويحرقون ويأخذون البنات مثلا كما في بعض الأفلام، في بعض الأفلام الأخرى صورت هذا، أو ظلم الراجا أو ظلم السلاطين أو الأمراء أو رؤساء العصابات أو ذوي النفوذ الضخم جدا، يعني وخاصة في مراحل الفقر وفي مراحل وفي القرى التي يسيطرون عليها. يعني مثل ما ورثت السينما ربما هذه صورة الراجا وصورة وفي يعني السينما المصرية مثلا في الباشا ومزرعة الباشا وكيف يسيطر، لكن هنا الراجا سنجده كيف يقدم العصائر، الماء البارد، كل وسائل الترفيه لهؤلاء اللي هم الضباط وزوجاتهم وعائلاتهم والبريطانيين، بينما عندما يأتي أبناء من شعبه فهو لا يقدم لهم حتى قدح أو لا يقدم لهم حتى جرة ماء. يعني يقولون له يعني عليك أن أو نطلب منك أن تسامحنا في ضريبة هذه السنة. هنا يستمع هذا الضابط المتعجرف ويقول يعني وكانوا هؤلاء الشباب الهنود عندما شاهدوا هذه فقالوا ما هذه اللعبة الغبية. سمع ذلك الضابط راسيل فقال لهم بكل بساطة يعني وبكل يعني قال وخاصة لبوفان، قال له أنت قلت أن لعبتنا غبية، قال نحن كنا نلعبها في هذه وسماها باسمها. قال له خلاص احنا ممكن اعفي عنكم الضريبة لهذا العام مقابل انك يعني تهزمني في هذه اللعبة. ظل يعني بوفان صامت لانه يعني لم يكن يتقن هذه اللعبة ولا احد في هذه القرية يتقن هذه اللعبة، فقال له خلاص ساجعلها سنتين، ساجعلها 3 سنوات تخفيض للضرائب مقابل ان تهزمني. هنا بوفان وافق على هذا الشرط وقال واذا انا هزمتكم او اذا فريقي هزمكم
فعليكم أن تدفعوا الضريبة مضاعفة 3 أضعاف وليس ضعف. طبعا تحدث ضجة كبيرة عندما يوافق بوفان أهل القرية كلهم، يقولون من المستحيل جدا أن نتقن هذه اللعبة، أن نعرف هذه القواعد، أن نفهم كيف يعني هؤلاء الضباط الذين يقضون أوقات كثيرة جدا ويتمرسون ويفهمون هذه اللعبة، ولديهم أيضا هؤلاء الضباط لديهم اللياقة الجسدية، لديهم الأكل الجيد، لديهم اللبس النظيف، لديهم كل وسائل الترفيه أيضا ووسائل القوة. يعني الهندي يأكل وجبة واحدة في اليوم وربما لا يجدها. الضابط الإنجليزي نجدهم أنهم يأكلوا ويشربون النبيذ والعصائر الباردة، وهم يعني يأكلون اللحم ويأكلون كل شيء، ويستحمون في ماء نظيف، ويسكنون وينامون على سرر وثيرة، وهذه الفخامة الكبيرة جدا التي هم يعيشون فيها. القرويين عبارة يعيشون في بيوت من القش أو بيوت من الطين أو أحيانا في العراء ينامون. يعني تجتمع القرية، وعندما تجتمع القرية ويناقشون يعني كيف لك أن تفعل ذلك، ولكن هنا سنجد أن بوفان يحاول أن يقول لهم يعني هم هؤلاء يلعبون اللعبة للتسلية، ولكننا نحن سنلعبها للمصير، مصير أرضنا ومصير أولادنا ومصير قوتنا ولقمتنا. يبدأ يقنع واحد بعد الآخر ويبدأ يكون فريقه، وهنا أيضا نفاجأ بوجه إليزابيث هذه البريطانية التي تتعاطف مع هؤلاء. هون حدث الفيلم صراحة يعني جميل جدا، دور اللي هي إليزابيث هون أظهر يعني بقوة الفيلم، العجرفة الاستعمارية، كيف أن هذا الضابط وكيف أن هؤلاء الضباط يعني ممكن أن يدوسوا وممكن أن يضربوا وممكن أن يجلدوا شخص لمجرد خطأ بسيط، لمجرد أنه يقترب من يعني حرم قصره أو يقترب منه خطوات، ويقول يعني يقولون بشكل يعني واضح أنتم السود، أنتم القادرين للسكان الأصليين والذين هم يدفعون الضرائب، والذين هؤلاء المستعمر، وهذه المملكة البريطانية العظيمة التي كانت لا تغرب عنها الشمس، يعني كانت كل مواردها تأتي من الهند ومن الدول التي هي مستعمرة لها. يعني هؤلاء الناس الذين كانوا يسقونهم كالعبيد، يضربونهم، يقتلونهم، يحرقون أراضيهم، يستعبدونهم. يعني لم ولكن نجد أن هذا الصوت صوت إلزابيث، وكأن أيضا هنا يعني وكأن يعني في هذا أيضا يقول أننا أيضا مجتمع إنساني، وأيضا في من كان ولكن ضد هذا الاستعمار أو ضد هذه العجرفة يعني من البريطانيين أو من المستعمرين، ولكن هي أصوات ضعيفة جدا حقيقة، ضعيفة جدا التي كانت يعني إذا رجعنا الأدب وإذا رجعنا الدراما وإذا رجعنا الأعمال المسرحية وإذا رجعنا أعمال الشعراء الكبار في أوروبا، في فرنسا، في بريطانيا، في البرتغال، في أسبانيا، سنقع نادر ما نقع على نص أو على يعني رواية تنتصر للمظلوم. هم ينتصر للمظلوم الموجود في منطقته في مدينته، ينتصر للفرنسي، ينتصر للمظلوم الفرنسي في أرضه، لكنه لا ينتصر. يعني عندما نراجع الأدب الفرنسي ونحن يعني نعطي كثير من الدراسات والأهمية لكثير من الشعراء الفرنسيين وكتاب الروايات و الكتاب المسرحيين، وأغلبهم يعني كانوا أغلبهم يعني هم كانوا مع الاستعمار، كانوا مع النظرة الاستعمارية، كانوا لم يك يعني كانوا ينتقدون أشياء أو كانوا يطالبون بحقوق الفرنسيين من الحكومة الفرنسية، لكنهم لم يعني نادر جدا ما تجد أن يعني من الشعراء أو من الكتاب الفرنسيين الذين مثلا اشتغلوا أو كتبوا مثلا عن الاستعمار مثلا الفرنسي والمذابح والجرائم الكبيرة جدا التي ارتكبها في الجزائر. نادر جدا من الكتاب الإنجليز الذين اشتغلوا أو الذين كتبوا أو الذين كتبوا عن الظلم والاستعباد والعجرفة البريطانية ونقد للسياسات الاستعمارية، وكيف يعني كما قلت يعني ارتكبوا جرائم إنسانية لا تغتفر حقيقة. لكن للأسف التاريخ مزور، التاريخ مزور، فحتى هذا الصوت الأدبي أو الصوت الفني أو كذا نادر جدا جدا، يعني من 100 واحد من الكتاب المشهورين واللي إحنا يعني مغرمين بهم ونعتبرهم مرجع وإنسانية ومش عارف إيش، لكن هؤلاء بعضهم كان حقيقة كان مع مع الاستعمار، كان مع أن دولته يعني تستعمر الشعوب، وهو يتعاطف فقط مع ابن جلدته، مع الناس الذين لونه مثل لونه، يعني فكان هنا يعني في ازدواجية كبيرة جدا.
أعود إلى هذا الفيلم، يبدأ طبعا هنا في يعني بوفان، ويجد يعني دعم أمه، وهذا أول دعم يجده، لأنه يجد نفسه في البداية وحيد، وبعد ذلك يبدأ الناس يقتنعون رويدا رويدا، خاصة أنه لا مجال للتراجع. سنشاهد أيضا في إحدى المشاهد، يعني في بداية يعني بداية الفيلم، كيف أن هذا الضابط الإنجليزي يقوم بالصيد للمتعة، يقتل الحيوان الغزال أو الأرنب للمتعة، ونجد أن بوفان كان يتابع هذه رحلة الصيد، ويقوم بجعل الحيوانات هذه ينبهها، يرمي بحجر بحيث أنها تهرب من رصاصة هذا الضابط، ولكن بعد ذلك يتم اكتشافه ويهدده الضابط، يقول له إذا أنت يعني مرة ثانية ستكون الرصاصة في رأسك أو في صدرك. يعني هون القتل المجرد او الصيد ليس للاكل، او ليس مثلا انه سيتمتع به او كذا، هو فقط للمتعه، متعه القتل. ايضا سنجد يعني في مشهد اخر ان السماء التي بدات الغيوم تتجمع، والناس فرحت وتغني وترقص وكذا، ولكن سرعان ما انقشعت هذه الغيوم. يعني هون حقيقه في هذا الفيلم، يعني يعني وكانه يقول الرب لا يمكن ان ينقذك ايها الانسان إذا أنت لم تنقذ نفسك. يعني الناس لدي الرب، يا رب أمطر، يا رب كذا، لكن الرب بعيد، الرب يصلون، يحترمون، يذهبون، يقدمون القداسات، يشعلون الشموع، يا عيد كريشنا وغيرها، ولكن الرب يعني لم يستجب، أو الرب يريدك أنت أن تنتزع حقك حقيقة. يعني أنا أقعد في البيت وأدعو على الكفرة، وأدعو مثل ما يقوم بعض الناس، أو أدعو على المستعمر، أو أدعو على المعتدي، وأنا في بيتي وأنا في المسجد وأنا في المعبد، هذا لا يمكن أبدا أن ينقذك. يعني هنا سنجد كيف بدأ بوفان يتعامل بهذه العملية، مسألة علمية، وتأتي إيزابيث تعلمهم، يبدأون يتعلمون من أخطائهم، يبدأون يمارسون الرياضة، يبدأون يجتهدون، إلى أن يأتي يعني تقريبا مع نصف الفيلم، واشتغل هذا الفيلم. يعني هذا الفيلم ليس فيلم رياضي، كما شفت في بعض المواقع يقول أنه فيلم رياضي. اللعبة هون الكريكت، أو الملعب الذي، أو نصف الفيلم الثاني الذي كان يعني المباريات لمدة 3 أيام، لم تكن هنا رياضة بقدر ما هي كانت معركة، معركة بين هؤلاء الضعفاء أصحاب الأرض، ومعركة بين هؤلاء المستعمرين. يعني حتى أن ذلك الضابط يستدعيه ضابط كبير، ويقول له يعني يقول له كيف أنت تغامر يعني الضريبة وكذا، ليست يعني لسنا نحن في صالون رهانات أو صالون قمار، وإذا هزمت فعليك أن تدفعها أنت من جيبك. الضابط كان متيقنا هؤلاء الناس يعني من المستحيل، يعني هؤلاء الناس يقول أنهم أغبياء، هؤلاء الناس يعني لا يملكون الفكر، لا يملكون اللياقة الجسدية، لا يملكون، نحن نملك اللياقة الجسدية والإمكانيات. وحتى عندما نأتي في الملعب كان معركة غير متكافئة، كانت وسائل الحماية مثلا بالنسبة للهنود يعني كانوا يعملون من الخش أو من السعف النخيل أو من كذا لحماية أقدامهم، بينما أولئك لديهم الإمكانيات أو لديهم وسائل الحماية. وإضافة إلى ذلك كان بعض الضباط أو أحدهم كان كلما أخذ الكرة فإنه كان بالعمد يقذفها فيصيب رأس هذا أو يصيب قدم هذا أو يصيب ساق هذا، لكي يعني كانت هنا مجزرة حقيقة، وكانت هنا نضال، وكان هنا يعني هؤلاء الناس الضعفاء. الأجمل أيضا أن بوفان هون يعني اشتغل بشكل يعني واقعي، حاول أن يستفيد من كل شخص، ولم يمنع شخص، أنه يعني كل واحد يقول لهم أنتم لديكم مواهب، أنت تستطيع أن تمسك الدجاج، أنت تستطيع أن ترمي بالكرة، أنت تستطيع أن كذا كذا، أنت تركض تمام، أنت كذا كذا، حتى أنه يعني يجد شخصا منبوذا عندما رمى بالكرة، يعني فوجدها أنها يعني رميته يعني فيها نوع من الحرفية والجمال، فأراد أن يستقطبه، هنا يفاجأ، يقول له الناس كيف أنت يعني هذا المنبوذ لا يمس. يعني في الهند هناك فئات من المنبوذين من الناس، وإلى الآن يعني لا يمسون، إذا مسيته يقول لك ستصبح أنت أو ستصاب باللعنة. يعني فهون بوفان يقول لهم كيف أنتم تريدون أن تنتصرون، وأنتم يعني تقاومون هذا المحتل، وأنتم يعني ضد عنصرية هذا الرجل أو هذا المحتل، وأنتم تمارسون أيضا هذه العنصرية وتمارسون هذا الإقصاء الكبير جدا. يعني ويذكرهم يقول لهم كريشنا الإله وراما وغيرهم من الآلهة العظام في الهند، كانوا أيضا بعضهم أو كانوا بعضهم استعان ببعض المنبوذين أو ساعد بعض المنبوذين أو تحدث ببعض المنبوذين،
ولكنها طبعا قصص قصيرة جدا وصغيرة جدا. يعني لم الطبقات الاجتماعية والطبقات في الهند وفي العالم الشرقي وحتى في العالم الغربي، يعني لا تزال الطبقات في عالمنا الإنساني طبقات واختلافات وكذا، لا تزال موجودة منذ الأبد وإلى الآن. يعني في العالم العربي في الهند هناك طبقات طبقات في طبقة تماما، يعني في أسفل السافلين حتى مجرد لمسها يعتبر أو أنه سيجلب العار أو سيجلب اللعنة على الشخص الذي يلمس هذا الشخص، فما بالك طبعا. هون أيضا ما لفت بانتباهي مثلا أن بوفان، يعني جوري تحب بوفان، بوفان يعني في وكأن الفيلم يقول عندما تكون أنت في هذا الزمن، هذا الزمن زمن الوباء، هذا الزمن زمن المأساة، هذا الزمن زمن التراجيديا، فأحيانا يصعب على الشخص أو أحيانا يصعب حقا أن الإنسان يستطيع أو أن الإنسان يصغي لصوت الحب أو ينتبه لصوت الحب. تكون معركة قاسية، نجد إليزابيث هنا يعني تقف معهم وقفة كبيرة وتصبح وقفتها علنية. نجد أيضا أن كيف أن أحد هؤلاء السكان بمجرد أنه لأن جوري تحب فان وهو يحب جوري يدفعه الحقد ويدفعه كذا إلى أن يذهب إلى الضابط الإنجليزي ويخبره بأن إليزابيث تلك البيضاء تقوم بمساعدتهم أو بمساعدة الأهالي. هنا يقول له كن عميلي. وسنجد هنا كيف يعني أن هذا المستعمر يتبع كل شيء من أجله، يعني هو يعني هذا المستعمر يعني هو أساسا يعني هم يعني أقوياء جسديا يتقنون اللعبة، يعني لديهم الوسائل الحماية، لديهم الخبرة، ومع ذلك يدخل فيهم عنصر للهدم، يعني يدخل عميل بحيث أنه يستفيد منه في أيام المباراة، وفعلا يحدث ذلك يعني في اليوم الأول. بعد ذلك تكتشف إليزابيث وتخبر أهل القرية، فأهل القرية يهجمون عليه ولكنه هو يتوب. وهذا نادر يعني حقيقة، الخونة في بلادنا والخونة هم سبب مأساتنا وهم سبب هزائمنا وهم سبب موتنا وهم سبب الحرائق الموجودة في هذه المدن. العملاء هم الذين باعوا أوطاننا حقيقة في اليمن، في فلسطين، في لبنان، في كذا. كثير من العملاء هم الذين يسببون الخراب. أنت العدو تستطيع أن تواجهه، ولكن الخائن يطعنك في ظهرك، يخبرك العدو عن كل شيء عنك، يجعلك يعني يضعك في محنة أكبر من العدو. فطبعا هون يعني نجد أنه يعني بوفان شخصية إنسانية، يعني يحاول أن وفعلا يثبت ذلك الرجل أنه أو يثبت أنه يعني قادر أو أنه يعني يعني يتخلى عن الخيانة. سنجد أيضا أن الدافع أصبح لكل واحد من أهل القرية دافع، يعني سنجد أحدهم كان غير موافق على هذه اللعبة، ولكن كيف أن ذلك الضابط ضربه وهو يقوم بعملية حماية الخيل، فكيف ضربه؟ أنتم أيها الكلاب ستدفعون الضريبة حتى لو بعتم أنفسكم، حتى لو بعتم بناتكم، حتى لو بعتم مش كذا كذا. يعني هذه العجرفة وهذه القسوة دفعت الناس إلى أن تكون ثوار، يعني حتى ذلك الشخص الذي يعمل مع راجا ويعمل مع الإنجليز ويترجم وكذا يأتي في مرحلة من المراحل بينما هو منتشي بضربة من ضربات القرويين، ويعني فيقوم الضابط بلطمه، فهنا يخلع قبعته ويعلن أنه مع يعني يعود إلى أصله ويقول أنا هندي، يعني اشتغلت معكم المستعمر العدو، مهما أنت تكون عميل فهو لا يعطيك الكرامة، مهما تكون مهما قدمت له من تضحيات فهو يدوس على رقبتك، يعني هو يأخذ منك ولا يعطيك، يعطيك الفتات. يعني فلذلك الخونة هؤلاء يعني وجوههم ممسوخة، يعني أرواحهم قذرة. يعني هذا يقوله الفيلم، يقول أشياء كثيرة جدا. تكون طبعا المباريات، يعني سنجد أن هنا لا يقدم هنا حقيقة يعني قصة خيالية وفيها نوع من الواقعية، هؤلاء هنود وبسطاء وأجسادهم ضعيفة ولا يتقنون اللعبة كثيرا، يقعون في الأخطاء خطأ ثم خطأ، ولكن بعد ذلك الحماس وهذا الجمهور الكبير أصبح المصير مصير ليس مصير هذه القرية، مصير المقاطعة كلها، يأتي الناس من كل فج عميق من أجل إسناد أو من أجل مساندة ودعم هؤلاء. نجد يعني كل شخص أصبح يعني المعركة، يعني حتى لو مات، حتى لو يعني
جرح وهو يرمي الكرة أو وهو يصد الكرة، ولكنه كذا وينتصر في الأخير، ينتصر القرويين ينتصر، ولكن هذا النصر ليس بفعل الإله، هذا النصر ليس بفعل أو بمساعدة مثلا المستعمر أو بقصد مثلا إليزابيث. قدمت وصايا، قدمت دعما، يعني صح كان جيدا ورائعا، ولكن يعني ليست مثلا هي العامل يعني أو هي العنصر الأساسي في فوز هؤلاء. كان التصميم، كان الإرادة، كانت القوة، كانت المراجعة، كانت الاعتراف بالأخطاء في هذا المجتمع، كان التكاتف، كانت بعد ذلك يعني الصلوات وكذا، يعني يا الله يا أيها الرب أيها الكذا، والرب وينه؟ الرب ناسينا، الرب ناسينا يا جماعة، الرب يعني والآلهة وكل هذه، يعني الأرض كلها محروقة، كل يوم آلاف ومئات يعني وعشرات الآلاف يموتون جوعا وعطشا، والناس يتعبد كل واحد إله إله ولا دين أو كذا، فيعني في مشكلة كبيرة في السماء ربما. ولكن هؤلاء بعد أن انتصروا لأنفسهم، وكأن العمل يقول، وهو عمل إنساني حقيقة، يعني يقدم لنا يعني كأنه يتحدث عن الاستعمار في اليمن، كأنه يتحدث عن الاستعمار في مصر، كأنه يتحدث يعني هذه الفلسفة اللي هي نظرة المستعمر لك، افعل ما تشاء، افعل له، اخدمه، إن شاء الله تبوس إيده يعني 24 ساعة، فهو لن يرضى عنك، لن يرضى عنك العدو والمستعمر، يعني بده يعني فقط يأخذ روحك، ينهبها، يحرقها، يدوسها تحت أقدامه. فبالأخير يكون النصر، ويكون بعد ذلك سنشاهد كيف أن السماء تمطر، يعني السماء تمطر وظلت تمطر في كل الوقت، وسنجد بعد ذلك كيف يعني خروج المستعمرين من هذه المقاطعة، كيف انهزم ذلك الضابط، كيف أنه غروره. فالحقيقة هون سنجد أن يعني هذا الفيلم بعيد عن المبالغات، الاشتغال على مناظر طبيعية حقيقة، كانت التصوير تصوير الألعاب يعني وكذا، كما قلت لسنا هنا حقا أو ربما نفهم بعض قواعد هذه اللعبة، لكننا لسنا مع مباريات حقيقية أو مباريات للكريكت، أو هو يعني يريد أن يوضح هذه اللعبة أو مع هذه اللعبة الرياضية أو قواعدها، بقدر ما هو هؤلاء الناس في مواجهة، في مواجهة هذا الشر الكبير الذي كان الإنجليز، يعني الضابط يأتي ويأخذ الكرة ويرميها في رأس كذا، وفي الأخير سنجد يعني نصفهم كانوا يعني أصبحوا يعرجون، أو يعني أصيبت سيقانهم، أصيبت يعني رؤوسهم، يعني كان الدم ينزف من بوفان في الأخير، يعني الدم ينزف حتى أنه لم يمسحه. فهذا الفيلم من الأفلام الأنيقة صراحة، وعندما نشاهد هذا الفيلم يعني في أغاني وفي شعرية وفي شعر حقيقي وفي كذا، كان بسيطا وكان في رقصات بسيطة، هذه الرقصات كانت أتت كأنها نوع من التضامن، نوع من الصلاة أيضا، يعني في بعض الأغاني وكذا والرقصات أشبه بالصلاة إلى الآلهة. إذا هذا من الأفلام الرائعة جدا، 2011 عفوا 2001، أنتج الآن 23 عاما، ولا يزال تقريبا المركز الثالث في الأفلام الأعلى مشاهدة، حصل على الكثير من الجوائز لديه، أو يوجد عنه كتابات نقدية محترمة في أنحاء العالم، احترموا هذا الفيلم لأنه حقيقة، يعني أنا ما أقول فقط إن قصة حقيقية أو كذا، السينما يمكن أن تذهب إلى شخصية تاريخية، شخصية مقاومة، شخصية شجاعة، تنحت منها، تضيف إليها من الواقع، هذا هو الاشتغال. في الأخير بس أود أن أقول، يعني أنا كنت مرة أسمع محمود المليجي ويقول نأسف إن السينما المصرية والأفلام المصرية لم تتحدث عن الفترة الاستعمارية والاستعمار. حقيقة نعم، يعني السينما أو الأفلام المصرية الموجودة عن الاستعمار وعن الثورة وعن مقاومة المستعمر قليلة، والمصيبة الكبرى أن أغلبها مسروق، مسروق من أفلام أمريكية، مسروق من أفلام يعني أجنبية، يعني فهذه مصيبة. يعني محمود المليجي كان مع فريد شوقي، شكلوا ثنائي كبير، كانوا ينتجون يعني بالسنة 10 15 فيلم. أنت أين كنت محمود المليجي؟ وربما قالها في فترة متأخرة أو أدرك أخطاء، يعني كان فقط السينما هي تبحث عن الترفيه، أو تبحث فقط عن الشباك التذاكر أو عن المال، يعني إحنا لسنا في السينما العربية، نادر جدا أعطونا فيلم عراقي استطاع أن يوثق فترة الاستعمار، فيلم مثلا سوري حقيقي استطاع أن يوثق فترة الاستعمار الفرنسي، يعني ما نراه كنا في الدراما
السورية هبالة حقيقة، يعني ساعتين أو حلقة كاملة عن البندورة وكيف تقشر البندورة وكيف قصدي تقطع البندورة وكيف تختار الخيارة في اللي هي باب الحارة، يعني ويعطيك موقف أو موقفين لضابط فرنسي لم تكن حقيقة ذلك الدراما الواعية، يعني كان هم يذهبون ويبحثون عن التوافه الأمور، الجارة مع جارتها، وهذا يتزوج اثنتين وهذا يتزوج ثلاث وهذا يطلق وهذا يتعارك مع صاحبه وهذا يتعارك مع جاره، يعني لم تقدم حقيقة حتى مثلا الدراما السورية والتي مثلا في فترة من الفترات كان يعني الناس أحبت باب الحارة، ولكن يعني مثلا باب الحارة يعني قصص حقيقة يعني عادية وساعة ونص في يحكي لك عن الباذنجان حلقة كاملة، يعني شو بدك يعني، فشي يعني حقيقة مؤسف جدا، ولكن ربما يعني ونحن نذكر بهذا الفيلم على المخرجين العرب أن يتوجهوا فعلا إلى هذه الأمور وإلى هذا، أنا لا أقول نقل التاريخ كما هو، ولكن كيف أنت تستقرئ وكيف أنت تقدم يعني بشكل واقعي إنساني، تقدم نفسك، تقدم روحك، تقدم اعتزازك للأرض. السينما يعني حقيقة هي أداة فنية وأداة قراءة الروح، قراءة التاريخ، استقراء يعني الانتصار للكرامة، الانتصار للحب، الانتصار للسلام. تحياتي وتقديري، كنت معكم حميد عقبي باريس مع فيلم لاجان، حدث ذات مرة في الهند أو ذات مرة في الهند، فيلم أنيق ممتاز جدا تستمتعون به بروعته، 3 ساعات ونصف لكنك لا تحس بها حقيقة. حميد عقبي باريس، تشاو تشاو.